نعم، ماذا أخذنا؟ أخذنا أن التوحيد هو إفراد الله، إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. جزاك الله خير. نعم نعم، توحيد الألوهية الذي يختص بالله تعالى، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات كلها يختص بها الله سبحانه وتعالى، بأعمال الله تعالى. توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. تمام، هذا التوحيد أقر به الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، النوع الثاني توحيد الألوهية، النوع الثاني توحيد الألوهية، توحيد العبودية، توحيد العباد، هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا يعبد إلا الله. هذا التوحيد هو الذي حصلت فيه الخصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار الذين بعث فيه، ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. تمام، الثالث توحيد الأسماء والصفات، إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أسماء الصفات فقط من الكتاب والسنة، لا مجال للعقل ولا اجتهاد، وذلك بإثبات، يثبت كل ما أثبت الله لنفسه أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننزه الله سبحانه وتعالى ماثلة الخلق، وننفي كل ما نفى الله عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، غير تكييف ولا تمثيل، والله أعلم.